طموحات شبابية تحطمت أمام جدران البيروقراطية، وذلك لافتقارهم لقانون ينير لهم الطريق للوصول لأهدافهم. وذلك في ظل اختلال المنظومة التعليمية في الجامعات الفلسطينية الأهلية والخاصة، فتبين أثناء التنقيب والبحث بتواجد خلل أكاديمي وبحثي، وذلك لتغيب القانون الضابط لعمل الجامعات. من هنا بدأت الحكاية، فيا ترى ماذا يحصل بالمجهول؟ ومن هنا انطلقنا للكشف عن خبايا الحكاية. انطلقت مسيرتنا في التجول في باحات إحدى الجامعات لمعرفة الماضي والحاضر، ولماذا هذا الخلل؟ وهل ما قيل من كلمات وعبارات تعتبر مسلمات للواقع الأكاديمي المؤلم؟ الجامعة الإسلامية في غزة، والتي انطلقت عام 1978 من حيث النشأة في الدراسة، ثم بدأ في العام 1981-1982 اللي هو تطبيق نظام الساعات المعتمدة. فطرحنا تساؤلاً، لماذا يشهد البحث العلمي إشكاليات في الجامعة؟ أغلب الجامعات الفلسطينية هناك على الأقل عمادة للبحث العلمي أو للدراسات العليا، لكن أن البحث العلمي يحتاج إلى بنية تحتية وإمكانات مادية، معامل وتجهيزات، فلعل هناك بعض المعيقات التي تحد من نشاطنا البحثي العلمي الموجود. بالنسبة للدراسات العليا ويمكن أكثر تحديدا الماجستير، لاحظ إحنا كل أبحاث الماجستير في الجامعة هي بعد إجازة الرسالة والمناقشة توضع أونلاين على صفحة الجامعة وهي معلنة للجميع. بظل الأمانة العلمية هنا، يعني لا يجوز للباحثين أن يأخذوا من هذا الرسالة إلا بعد أن يحيلوها للمرجع المعني ويكون هناك توثيق بشكل عام. وإلى متى ستبقى المسيرة الأكاديمية تسير بهذا الطريق المظلم وتخرج لترى الحقيقة الساطعة؟ فلم نجد إلا القليل من أقوال الحقيقة الخفية، فعدنا لطرح قضية التخاذل في آليات قبول الملتحقين لدرجة الماجستير. فلجأنا إلى شاهد عيان نطق بكلمة حق وكانت جارحة. في عنا دراسات عليا بالجامعة، أعلنوا عن دراسات عليا، دخل متقدمين حصلوا على 50% في المقابلة،
حينما تقوم مؤسسة أو جامعة بعمل مقابلة للمتقدمين لدخول هذا القسم أو دخول الدراسات العليا، المقابلة يعني لماذا تعمل المقابلة؟ لماذا تصاغ؟ أليس لكي نرى من هو أفضل الأفضل فنأخذه؟ إذا كانت الجامعة لدراسات عليا ماجستير تأخذ 50%، لأن 50% هذه ابنة رئيس مجلس الأمناء، أليس هذا من الفساد الكبير؟ أيضا هناك من حصلوا على 49%، بعد ما أخذوا، شوف الفساد بيجيب فساد، والغنى بيجيب غنى، والشطارة بتجيب شطارة. لما أخذوا ابنة رئيس مجلس الأمناء وهي 50%، أتى رئيس الجامعة وهو بتوصية من رئيس مجلس الأمناء، وبتوصية أيضا وبطلب من أحد أعضاء مجلس الأمناء المحسوب على فصيل من الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، جايب ابنه 49 من 100. فأتى رئيس الجامعة وطرح الموضوع: يا إخوان، فلان لفلاني والله وصانا رئيس مجلس الأمناء ويعني جايب 49، وإيش الفرق بين 49 والـ50؟ ما هيك العرب، إيش الفرق؟ هيك العرب أنا بقبلها، بس من رئيس جامعة متخصص كما يقال في الفيزياء النووية وينزل إلى هذا الدرك الأسفل ويقول ويؤسس للخراب وللمفاسد، إنه إحنا قبلنا مبارح 50 اليوم 49، يعني الفرق علامة، يعني ألا يكفي الخراب السابق؟ لا، خلينا كمان خراب. يريد أن يشرع الخراب في هذه الجامعة والتدهور في هذه الجامعة، فيقوم الجميع ويقولوا: آه والله فش فرق. لماذا؟ هذا نوع من الفساد. كل واحد دكتور من هدول هو فاسد أيضا. لماذا؟ لأنه يشرع للفساد ويقول: آه وماله، وماله 49 وماله كل واحد، لأنه يريد أن يضمن لنفسه كرسيا في مجلس الجامعة، لا يريد أن يغضب عليه رئيس مجلس الأمناء. هكذا تباع الأمور وتشترى. هناك 8 آخرين حصلوا على 49. لماذا قبل 2 فقط 49 وحيل بين 8 الآخرين الحاصلين على 49؟ أخذوا 2. هذه مفسدة أكبر من كل المفاسد. ألم نتعلم أن المساواة في الظلم عدل؟ لماذا لا يكون العدل أيضا في الخراب، في هذا الخراب؟ أنت خربت وأخذت 49، في 8 تانيين جايبين برضو كمان 49، ليش ما أخذتم؟ عشان يكون الخراب على الأقل، على الأقل، مشان تكون أنت عادل في موضوع الخراب وفي موضوع يعني إحاطة وملء هذه الجامعة بكثير من المفاسد. مغلق يعني الجامعة المفروض أن يكون وظيفة يعني الجامعة المفروض. جامعة فلسطين كانت وما زالت تشهد خللاً أكاديمياً دفعنا لبحث دقيق حول آلية التعليم داخل الجامعة. وبدأت نار الحسرة تسود المكان وتطرح تساؤلاً: أين أنتم من جامعتكم؟ وبرغم ما يقال عن الإنجازات الدولية، فهل سنجد جواباً عن أسباب الخلل الأكاديمي؟ يعني دعني أقول هنا أن المتغيرات التي جرت، جامعة فلسطين انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، بمعنى انتقلت من مرحلة كانت تخضع فيها لكثير من المزاجيات الفردية، وكذلك نقص في الجوانب، جوانب الجودة التي ذكرت منذ قليل، إلى جانب أن عدد من الأكاديميين لم يكن يمر بالمعايير المناسبة كمؤسسة.
جامعة فلسطين وفق المعدلات للجودة الأوروبية هي الجامعة الثانية وفق المقاييس الأسبانية، يعني الجامعة الثانية الفلسطينية. أنا أستطيع القول أن هذا لم يكن قائما بنسبة مقنعة ومشجعة خلال، دعني أقول، خلال 3 أو 4 سنوات سابقا. كان هناك بعض التعيينات تتم بالمعرفة الشخصية بالنسب، وكان هناك ولا شك فسادا إداريا وأكاديميا في هذا السياق، لا أستطيع أن أنكر ذلك. دعني أقول وبمنتهى الصراحة أننا اكتشفنا منذ 2 فعلا كذلك، وجرت المحاسبة والفصل. أنت لا تستطيع أن تمنع شيء وقع، ولكننا نبذل قصارى جهدنا ألا تحدث هذه السرقة العلمية، لأنها مشكلة كبرى. ومع توالي المجريات التي دامت 21 يوماً، وبالإطلاع على جل ما جمع من معلومات ووثائق واعترافات بتواجد مشكلة، فلن تحتمل الأوراق ما نقش عليها من عبارات لم تعطي الحقيقة وزنها. لم يكن الخلل في جامعة فلسطين فقط، بل بهذه الجامعة أيضاً. يعني الجامعة المفروض أن يكون وظيفتها زي بروسيسر أو معالج، زي معالج الكمبيوتر، يعني يدخل الطالب يصير له معالجة، يطلع بعقلية ثانية تختلف يعني 180 درجة عن العقلية اللي دخل إلى الطالب. ولكن عندنا المؤسسات التعليمية الطالب بيدخل إلها بيطلع بنفس العقلية اللي دخل إلها في كل المؤسسات، تصدقني بحكي لك إياها. ولكن هان قطاع غزة مغلق، فالأكاديميين كلهم من داخل البلد، نفس العقلية، نفس الثقافة، نفس، فكيف بده يصير في شيء انفتاح، في انغلاق، كيف بده يصير تجديد في عقلية الطالب؟ ما هذا الخالق المشكلة. المشكلة يا عمي في كل المؤسسات التعليمية، مش في مؤسسة، هذه فروق بسيطة جدا اللي بين المؤسسات عندنا، ولكن الأزمة اللي موجودة عندنا أزمة عامة في قطاع غزة، مش أزمة خاصة بمؤسسة. هذا حراك طبيعي، يعني كون في استقالات وفي مناوشات واستقالة جامعية، أنا بعتقد إنه هذا بيكون يعني بيكون بالعكس، يعني الخروج من حالة الاستاتيك للحالة الديناميكية، هذه حالة يعني بالعكس، هذه حالة يعني بعتبرها أنا حالة إيجابية، بغض النظر يعني إيش ملابسات وإيش ظروف يعني استقالتهم، بس لكن كونه في استقالات يعني معناته انه في سبب استقالوا عليه، وسبب مثلا كبير، وبالتالي معناته انه في حراك يعني في الـ في الـ في الجامعه فكان السؤال الأهم، أين الخلل؟ يعني هناك في خلل حقيقة، في خلل موجود في جامعة الأزهر، وأحيانا تلمسه ربما في جامعات تانية، ولكن ما يعني في جامعة الأزهر لا يوجد اهتمام، لا يوجد اهتمام من الإدارة، سواء على مستوى مجلس الأمناء أو على مستوى رئاسة الجامعة، وفي الفترة الأخيرة يعني أصبحت رئاسة الجامعة وكأنها ملحقة بمجلس الأمناء، يعني برغم أنه يفترض رئيس الجامعة ومجلس الجامعة هو الأساس، اليوم لم يعد هو الأساس، كل شيء ألحق بمجلس الأمناء ورئيس مجلس الأمناء. هذه المؤسسات الرئاسية
للأسف أحيانا لا تميز بين الذين يعملون والذين لا يعملون، لا تشجع الإبداع الفكري والإبداع العلمي والأكاديمي، يسيطر عليها الهاجس أحيانا، الهاجس الأمني، هاجس الولاء أكثر من الاهتمام بالأشخاص. وعند الحديث عن ترقيات الجامعة، الحالات يشعر أعضاء الطاقم الأكاديمي بحالة من الإحباط عندما يشعروا أن هناك محاباة للأشخاص ليس على أساس الكفاءة والقدرة والإنجاز. وعكست المرآة ما كان خلفها من إهمال وتسيب. مجلس الجامعة أو المجلس الأمناء هو يتغير ما بين مرحلة وأخرى، والأداء بيختلف من فترة إلى فترة أخرى، وبالتالي نوعية الأشخاص الذين المشكلين لمجلس الأمناء يؤثر على طبيعة أدائهم. يعني نوعية تركيبة المجلس الأمناء قليلا ما تجد فيهم أشخاص عندهم اهتمامات أكاديمية أو يعرفوا في العمل الأكاديمي. حول مرجعية المنظومة التعليمية إن وجدت، هناك أيضا سبب ثاني، أنه في جامعة الأزهر وفي الجامعات الفلسطينية ككل غياب المرجعية، غياب المرجعية الواضحة. احنا في ظل الانقسام اليوم لم نعد نعلم انه جامعات في قطاع غزة هل هي تابعة لوزارة التعليم في قطاع غزة ولا تابعة لوزارة التعليم في رام الله، واذا كانت تابعة ونقول انها تابعة يفترض لوزارة التعليم في رام الله، هل انه الوزارة في رام الله تملك الامكانيات بل والرغبة أيضا أنها تمارس إشرافها ومراقبتها، أو أن يعني آخر ما تفكر فيه هو وضع الجامعات، وفيش إشي مرجعية فوق منه، ويتصرفوا أحيانا ويجتهدوا في أمور لأنه بيعرف في ظل الانقسام يعني بتضيع الأمور ما بين غزة وزارة في غزة ووزارة في قطاع في رام الله. هذا بيلعب دور كبير، ومن هنا دائما احنا بنناشد يعني وزارة التعليم الفلسطينية إنها يعني تهتم بالجامعات قطاع غزة، وما تتركش الأمور تحت ذريعة الانقسام إنه إحنا مش قادرين نعمل إشي في غزة، مش قادرين نعمل إشي في الجامعات، لا، يستطيعوا أن يعملوا الشيء الكثير. السياسة بتلعب دور في الموضوع، ودائما في العمل الأكاديمي إذا سيست الجامعات هذا يقتل العمل الأكاديمي، تسييس الفج للجامعة بيقتل العمل الأكاديمي، وهذا كان يعني من المشاكل اللي بتعانيها الجامعات في قطاع غزة. أردنا أن نخوض هذه المهنة الشاقة لكي نكشف الغطاء الذي يقود أبناءنا إلى أغوار المجهول. فتزاحمت الأفكار والمعلومات، وتضربت الأقوال والردود بين دبلوماسية وأخرى مترددة، ومنها الصامتة التي حجبت الحقيقة. فكان لابد من تسليط الضوء على هذه المشكلة الأكاديمية التي أرهقت المجتمع. وهل سيسود الصمت عقول الشباب الفلسطينيين عن ما يحصل في الجامعات؟